بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الله بنيا آيات اللواتن يستقالات وطورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغط ورمي عشر كينا عيده ودن ديه إلهي سبحانه وتعالى إنه شرائع الدين إلهي نوفو ديه وأمورها مصالح دينا ما إلهي نوفو ديه وها إلهي سبحانه وتعالى نسيجري الله وهو دونيا إنه إذن قصوا النوض وطوبدينا وأقبلوا إلهي دا عديث سيدين عليه كوة وحاوية شهوات كوة دا راعية او كفارتا عند الزانياتان وهي دونيان انا ايلتان ايلتوين او حقا كيلتان او ايو كلام غتين ادنى اله يقول الله وهو دونيا انو اذن كفو ذايو او احكام الشرع او اذن كفو ذايو معايا لانسان كاستغو الله ايو فعيال العبوري او وحاوية الشهودة ايو هوايان كان كسبر كريني قل كاسا ايو حاوية الهي توسعاء يوسم يسيع ايوها انصمريني آيات دان إلهي سبحانه وتعالى عيوه نوغوه رميا مركو سوء الدي النهي ليسن نهينا يو عن بعض الفروض وي فرجياش البرطول ليسن نهينا يو بعضنا اللي يتبن يي آياء إلهي وهو عبدين يا ميسان إنه خبوا قالوا النهي ليسن نهينا يو عن بعض الأموال وي والعنف ماليالك البرطول ليسن نهيو إيا نفك البرطول ليسن نهيو إلهي نور سبحانه وتعالى يا أيها الذين دوش آمنوا هما ينو لا تأكلوها أننوا الإلهي أموالكم ماليالكينها أننوا الإلهي لا تأكلوها أننوا الإلهي أموالكم ماليالكينها أننا بينكم بحرين بالبادل بادلها فأننا إلا الله كنا أيود إلهي أن تكون إنا أهاتم ويانا أيود إلهي تجارة 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 يسوس تادرة كسوفوش عن تراني سرالي عانشو ومنكم حجينا كهاتي ولا تقتلوا هدلنا والإله أنفسكم نفسينا هدلنا إن الله الله كان وهو هذا بكم إذنك رحيما عليه إذن حريص إلهي سبحانه وتعالى ذكى مؤمنين تا أيها الدنو كنا هنا يا ما القوضة إنا إبهاد لا يسعنا إلهي يقول يا أيها الذين دلك آمنوهم أيانو لا تأكلوها أننوا الإله أموالكم ماليالكين بينكم دعدين بالبادل بادلها فأننا هذا الله يقول لا تأكلوا أموالكم الإله بينكم بالبادل وعليه مالك أو بادل وغنى وحونا غنيا إما عاصل وبحيو حولها معصل وبحيو مراسل وبغجي لأبلغ نوع وي مبلغ الأخر وي قاد شعر وحوي دراه ويسو جريسا أجل جنوح الله بعد ذلك لأنه معدم المقصود ذلك من الأموال مالك السيدة اللي قصده وحاوهين ذلك إن لعنه مالك أجل وحاوه هو معدم المقصود ذلك وحا اللي قصده وحاوهين مالك اللي قصده يهدي وحاوه أخذي ومالك السيدة غير سرعنا وحا اللي قصده ومد بين قريسا وهذا ما يسان مطلق الأخذي الولجي له أيها الغرياء أيها الذين دوك أمروهم أينوا لا تأكلوها أننوا الإله أموالكم ماليالكين بينكم بحرين بالبادل بادل هفعنوا الإله حرام هفعنوا الإله وحي إلهي شرعه وفحرمي سيدة رباد أوكالنتو هي قصد أوكالنتو مالكي أدير رباد لغلاء استعماله أو رباد لغلاء نقمه أو رباد لغلاء معامله حرام بون نقنية قصد يستغل تأكل ويدسك مالكي سلقضع أو لغسك يبوني أيضا لمدوية طريقاتي كيف أن ماذا ذات حوالها لك حدا إن الله مدوية فسوالي أيضاً حوالي لا يستحونك الوقع هذا الله مدوية وحيا ربنا أو محرمات أيها اللي سبنا هنا يا. إلا الله كنا إسسناها وعالي رواه منقبع عالي إلا الله كنا أيود إلهي أنت قوة أنت قاها إنا بعظم وياني تجارة تجارة إلهي إلا أن تكون تجارة إلا إلا أن تكون تجارة الله والأخرية بركة هذا هدير نسبة الأخرية إلا أن تكون تجارة ملك الإيراد إلا أن تكون الأموال أمواس إني أهاتم وياني
تجارة تجارة إنا يهاتم ويانا وي هذه ليرانة إلا أن تكون تجارة ليرانة كان ذان وحي نغن إيسا وحي نغن إيسا تام أو تستفيد مرفوعها أي نغن إيسا إلا أن تكون إنا يهاتم ويانا أي تقعي بعد تجارة تجارة إنا يهاتم ويانا وحوية صحت إيهات تجارة سوء تاجرة كسوء خشور إلهي عن ترال إسرها لأهان شعور منكم حجي مكات وضيب نفس وي فلكم أن تأكل ياوي وي معناها دي لك لقصه وباع وشرع وحلوك لقصه مركز حوية أبن جيد وابنائي هوي أما إلا أن تكون تجارة هديل إلهي وحوية كانبا وحالة سوء قدرية إسم كيد يهالة سوء قدرية تجارة كما أنه حين غنيتا خبر كيه وما عبيسا إلا أن تكون الأموال أموات إني أهاتم وياني تجارة تجارة إيهات تجارة يسوف تاجرة تسوف سوء قدره عن ترادع سرها لأن سوء منكم حقي نكاهات مركة هذا وعوية عبيسا صاف إهيني هو مثلا بقص بأيسا أم بقص أيسا أم أخذ آيسا حرام نقوم يسوي وحاك والله شابيا إني مركة سي على الوث المرلة وث أو حالي سرعي اللي ويها إيسا ومرك بيع عالبت فيه وحلوك على الجبنة بيع شرعه وبنيه وهيبع شرعه هذا تجارة واحد يقول الله وقف سالي ديره واحد تجارة الله وقف سي وحاليه تصرف كغالب فيه ومالك الله تصرفه تجارة ايوب بنيه هيبع ليه لدول مرؤاد ويبكى للمرؤادة تصرف قوضة مال قوضة وحلوب بنيه إنه تجارة وتصرفان ويه هذا لا إله يميره سبحانه وتعالى ولا تقتلوا هجرنا والإله أنفسكم نفسي نهجرنا نفسي نهجرنا وحال قولة هذه برتك هذه ما يؤدي إلى هلاكها وهي نفسي نوح هلاك جارتينا يهطمين وهي أيا كان وهي وحق صوى هذا في الدنيا أو الآخرة وهي إله يقول ولا تقتلوا هجرنا والإله أنفسكم نفسي نهجرنا والإله وحال قولنا يا نفس وحد جارتينا إلا جاء العليه او انا كل دينيه مثلا بدينك ادويه او كان الى دينيتو اسقو مقتنع وي او هذا كور غوسري دين ايا هذني اكره سماي اما مثلا وهو يقف او جلو حق درو كجلو اسقنا ولا دينيا اما اسو نفسي سو جلالي او غني او كجلالي اما سكيرانيو او نفسي سو جلالي ما هي لا نفكر ان المركب ان شاء الله ما هو ان سيرايو كدي ان شاء الله ما هو إن أبنك هذا أبوه يزدكنا وحاوه الله مدوهي معايا لأبو هريرة حديث لذهري أيها النبي النبي عليه السلام من تردى من جبل نوعه بور قفك إسكسوع انتروريو بور إسكسوع بلوهي فقتل نفسه نفسه تجلى فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا نار جهنم أيوك أروريا وهو حاوه المر والبلغط وريا اسوه قو هراي ورغي سوله ومن تحصاه ثم نغطه السمعة به فدو حاجر وحاوية وحيادون مروغة ايه وحينا قد عامدت وذيلا قفك السمعة بوله فقتل نفسه ونفسه سجلا فسمه في يده ثم في سقع عنده سيخ جرع سامارين تقيامه اصوه ثم تدعنت قوة تعالى صواب هنا يتحصاه ومركة سعبا يفي نار جهنم جهنم النار سيدا خالدا فيها ابدا اسوه ولي سن قو هراي ما هي لقفك دو نفسي سجره قال لما اي نغن افتاه ومن قتل نفسه بحديدة نوراي نو عليه السلام قفك نفسي سبه كبيرا فهو يتوجه بها في بدي في نار جهنم وهو يقفك اكو برتاس الوشيس ايو خجر جنيا او غلجلنيا ما لنت قيامه نار جهنم يسوى خجره او وليس نقوها رايس مرك ولا تقتلوا انفسكم وهي كريسة وحن نفس هذا جل جاسينا إنا سميسو إيه إنا نفس لفتر هيد آجيشو إيه أدولي آخر ومركز عقوبة إتعاق سماز مركز سود إلهي ولا تقتلوا أنفسكم نفسي نهدلنا إن الله الله كان وهو هذا إلهي بكم إذنك رحيما لذي إذن حريصة أيها هذا إن الله الله إلهي كان وهو هذا بكم إذنك إلهي رحيما لذي إذن حريص إلهي سبحانه وتعالى وإذن حريص بريه وإلهي وحول إن كم منعنا إياه إنا أدمارتيا مالك أصحاران كل أنتين إيه إنا أدمتين أدشان إلهي كم منعنا يا فاسنا نحريس إلهي إن حريسنا أيوه ومن يطالوح صلوه إلهي ذلك كاتوح لجنة هي إدوانا أصم يوم إلهي أما يسلح عليه إدوانا حال يوم إلهي في حد جدا
يقول من حال إياه كي ظالمة فسوف جير دنبول إلهي مثلي هو نجينا كاس نار النار أيام نجينا وكبت وذلك كا وكان ذلك كاس نوه هذا الإلهي على الله يوتر كيف يسير مثل سألا أيها هذا قال يقول سبحانه وتعالى ومن يفعل هو حصلوا لإلهي ذلك كاس وحيابه في السؤال لهي قدك الصميو إلهي عدوانا مولى إلهي حال إله كي حد جد جاية أما عدوانا حال إله كي حد جد وفعل كاس وظلما حال إله كي ظالم أما ظلما حال إله فعل كاس كي مارتيا ظلم أما قصة ظالم إلهي فسوف جار بمبول إلهي نسليه ونجلنينا نار نار يا نجلنينا نار أسود السعياء معلمت قيام نجلنينا مولى إلهي وكان ذلك كاسنا وهو هذا إن نار لجلي معلمت قيامه على الله إيه تركي سيحذير مستكالا إن ناه للجريء أو حوية جنب ذات أو قلل وعذابه إلهي سبحانه وتعالى وحق رسمه أو واشو يحذيره الإلهي أدرى ألا وزور سبحانه وتعالى إن تستنبوها بات خلق راسان كبائر ما شيء كيسة كنواوين كن هنا اللي ينكر ربا يعني في حقيسة نكفر ونكأثرين عنكم حقير نور إلهي سيئاتك وحمايال فينا ومثل كمان إذن جئن لنا مدخلا جئنا وإلهي كريما وغناسا لذلك هذا مركب حوية وحي أقعي سمعيسا كبائر يستغائر أقعي سمعيسا لذلك هذا لقصه وهمعي أو مالك وحوية أبل أو حرام الغؤنو نفس أول الجلو وحي هذي كبائر هذي هذه مركب حوية وقبل لأحد كبائر إلهي سبحانه وتعالى وغن وغو رميا إن وحي مركاته وحوية خلاص صغائرة إن لا تعفايه أو لو تعفايه لا عدا لو تعفايه إسلام مركات إلهي نو إسكب عفايه حتى بدون داعا إلهي إسكب عفايه لكن هو مركي كبائرت اللي قلت بهذه إلهي يقول إن تستنبوها دا كبه راتان كبائر ما شيء كيسا وهوه نو الإلهي كم هون اللي ينكره إباهي أنه يتبع حقيس كبائرت مركا من حال الإرادة خلاف واجرة وحاسل يريد اللي بغيهاي وحال ولجي ذهالي لكبائر سويق وعيد او كتو عرارك اما سوى حوية او كتو عرارك حدا لي في هذا الدين ايه الزناد وكال ايه الصريقة روي ايه وحوية قوة فيه وحا كتو عرارك حدا كتو عرارك وحا مركز حد كتو عرارك ليه ووي نمي مضى وكال انتو حمتا ايه مارك ايه اتكود دردرده ايه بيانتا وحيا ربنا عياج روي وهو داي عبد الله بن عباس هو داي إلى 700 أهرب داي فلو بقولي أثيروا لهذا لكن أدى كذا الله سواء بضان تهي ولماذا قاربه يا دين سبع الموبقات كأيالي لكذا استنبوا السبع الموبقات حديث كأهل فلو بقولي خفاء رارتي أياه حال لكذا كبائرت بدا كتبين لكن كذا راجح وحالي لها كبائرت يلي حد أي خفاء رارت أما سواء أولي وعيد أو خفاء راري ayaa khawaayib leeyahay marka ilaahay uu raadka ka dheeraatan khawaayibta soo ilaahay nukafir ankum hajina waanu ka asturayna sayyaatu kuma yaltina dhurta khawaayibta walla idin ka asturaya oo daacada ayaa lagu asturaya way ay bixilaa way ziyadatan ala al-istinaab way ayuu istinaab ka soo ziyada way marka hadda khawaayibta waxa weeye oo waxa loo jeedaa شغوغ بإلهي ستة علوقة يسوي مركة عبد الساسة للي هالي فلوضع قالوه يا الله يفتر بذلك لما شرجيه ليهن بل تكفروا الصغائر وحالوه عفايا بيس نلاي صغائر فقط وقالوه إذا انضاعاء إذن الله لأي مانحة ولا عفايا بيس صغائر صغائر لهذا كبائر تقول لقد إرادة من عدم الضاعاء كمثل ساسي دالي ولو سيدا سمد هالي معي عايد إلهي وقوع الضيايا وإنه مركة في خبائرها الدين لقد يراده إلهي يقولون أنه كفر عنكم تيئاتكم إليه إيه معنى هو حوية صغائرت مركة دعا لي ما عيدكم عبر ونطلكم أنه إذن جريم إن هو عبدنا إلهي مدخلا جريم مين تمر في اللي جريم قال وي جريم أيام إذن جريم إنا كريما إيه وانا سواء جماله وها صلى الله عليه ونطلكم أنه إذن جريم من تلقر دور ما كانوا جريم وي كريما إيه وانا سواء جماله إيدنا نقون إسا taas ay idinna noqonay sahalii marka aad isu makaan in laga dhigo iyo in markaasi waxa weeye is qalan laga cabiro
iyagana markaas labadaas way banaantaha la yidhi. Haddii la yidhaha madkalan makaanu geli weye, mudkalanna macnaha idkaalan weeye, wanudfulkumaanu idin gelinaynaa, mudkalan ayuudha ilaahay gelin ayaan idin gelinaynaa, kariiman ee wanaagsan uudha ilaahay. walaa tatamanuu ayuudha ilaahay ha tamanina maa sawfa laba allaahu ilaahay uu ku fadilay bihi maaga baclakum barsiin calaa baclin barka kale uu iga fadilay. lirijaali ragga waxaa u sugnaaday ba ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa fii iktasabuu ay kasbadaan uudha ilaahay. walinnisaai haweenkana waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib uudha ilaahay mimaa fii iktasabna ay kasbadaan. yas'alu llaha alla su-aashowdha ilaahay min fadlihi fadligiisa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin sailaarka kulligiisa caliiman alleh ku cilmi leh. aayaddan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walaa tatamanuuha tamanina. marka hadda aayaddan waxaa la sheegay sow nusuulkeedu wuxuu ahay baa la yidhi waankukeeda sayidatina umu salama ummahaati lmuuminiin kamida weeye waxay dhahday baa layidhi umu salama laysanaa kunaa rijaalan isgaaday alla helee salaytadayne rag maxaanu ahaa weyne haddaan haweennahay fajaahidna aanu jihaadne wa kaana lanaa mislu ajri rijaali ragga ajirkoodoo kalena aanu helne sidaasay umu salama dhahdaa layidhi. markaasaa aayaddaani soo dirtay baa layidhi oo ilaahay walaa tatamanuu ayuu dhahaa layidhi. saasay marka inay ragga ay kamid ahaatay jeclaataa layidhi maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ragga waa ka fadilay haweenka umuur dhowr ayaa ragga lagu fadilay. waxaa kamid a jihaadka ragga waajib ku yahay ragga waajibay ku tahay inay jimco ku dukadaan. haddana waxa weeye dhaxalka wax ziyaadaha la siiyey waxyaaba fara badan xagga wilaawada wax badan ayaa la siiyey weye. tamanigana waxaa la yidhahdaa atacalluq bixusuuli amrin fi lmustaqbala la yidhaha waxa weeye in la tamaniyo oo la jeclaado laanta lagu dirto oo lagu tacalluqo amar mustaqbalka waxa weye xasilaayo weye talafusku isaga kuma jiraa la yidhi waxa weeye atacalluq bixusuulin amrin fi lmaaluu weye wax maaliga horuu tago ee laga murgaa la yidhahda. marka sidaasay noqonaysaa ha la yidhi. markaasuu dha ilaahay walaa tatamanuuha tamanina udha ilaahay hadda tamaniga kanu waxa weeye midka xasadtaa ma ahan baa la yidhi oo hadda uu musaamo keeraa weeye. haddii waxa weeye qofkan waxa uu haysto in ilaahay adiga kusiiyo asagana alla u daayo aad sidaas tamaninayso taasi wax dhibaato ay leedahay ma jirto. maxaa yeele nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fitnatayn uu dhahay xasadkan waxa weeye wax lama jeersado oo la kanta ma jiro dha ilaahay ilaa laba mooye. rajulun aataahu llahu maalan nin ilaahay maal siiyey fasalladahu calaa halkatii fi lkhayri ilaahayna uu ku diray in markaasi khayrka uu ku baabiiyo xoolihiisa. wa rajulun aataahu llahu lxikmata iyo nin ilaahay xigmad uu siiyey fahuwa yaqluu biha ku xugminaayo wayucallimuha annaas dadkana barayo. laa tatamaniyo aysay limujarad lghina haa la yidhi waa iska jaa-isaada maal waxa weye waxaad u tamanineysaa inaad qani noqoto kaliya laakiin wax kale hadda maaragtay qalbiga kumaysid waa jaa-isaa la yidhi. laakiin waxaa fiican maal markaad tamanineysid inaad ixsaan iyo wax walba aad ka samayso inay qalbigaada ay ku jirto. marka sidaas markuu dha ilaahay ha tamaninow dha ilaahay wixii allah uu fadilay barkiin barka kale uu ga fadilay xagga adduunyada min jihati dunya wey xagga adduunyada laan dadku adduunyada isaga mid maaha awi diin ama xagga diinta ee diintana aqoonteeda dadka waa lagu kala fadilay. waxaa la rabaana markaasi tamanigaasu inuusan xasadku gaarsiin iyo markaasi caro. maxaa yeele tamaniga nooc aduu bato wuxuu keeni karayaa qofka inuu xasad gaarsiiyo qofkan xoolihiisa uu xasdo ama uu diintiisa xasdo. lirijaali ragga waxaa u sugnaaday ba ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday sabow ayaa loola jeedaa mimaa fii iktasabuu ay kasbadeen u ilaahay ragu waxay sabow ka helayaan buu dha ilaahay waxay kasbadeen bisabi maa camiluu weye waxay camal faleen sababkooda ayay ku helayaan sabab uu dha ilaahay oo jihaad iyo kayrkiisa. walinnisaai haweenkana waxaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday sabow ayaa u sugnaaday mimaa fii iktasabna ay kasbadaan uu dha ilaahay oo haweenku iyaguna waxay kasbadaan ayay sabow ka helayaan raguna waxau kasbadoo sabow ka helayaa. marka waxa weeye haweenka laftirkooda jid ayaa u furan ilaahay xaggiisa ay waxuwada heli karaan taasaa ilaahay subxaanahu watacaala caddaynaya. marka waxyaabaha sababa ay ku helayaan
oo ay kasbanayaan waxaa ka mid ah nin daacati adwaajina ayay maaragtay taariikhdu leeyihiin raggooda ay adeecaan waxay furuujiina sawjigooda ay xifdiyaan ay xaaraanta ka ilaaliyaan wey sidaas ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha hadday kasbadaan ilaahay agtiisa sabab ay kuhelayaan wey taasaa ka mid ahaa layidhi maxaa yeele xagga daacada dawdka markii la yidhaahdo wuxuu nabigu dhahay calayhi isalaatu wasalaam low amartu axadan an yasuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasuda lizawjiha axad haddaan amri lahay dhahay ilaahay ayuu dhahay nabigu axad haddaan amri lahay maba amraayo wey axad kale inuu usujuudo fiil ilaahay yaa iska leh laakiin low aan amri lahay axad axad inuu usujuudo naagta ayaa waxaan amri lahay dhahay nabigu inay ninkeeda usujuudo xadiis naagu waxau dhahay calayhi isalaatu wasalaam idaa baata rajulu ninku markuu baryo qaldaanan xaalu yasiu caraysan calaa zawjati zawjadiis baatat lmalaa'ikatu malaa'igtu way baryaysaa talcanuhaa iyadoo naagtaas lacnadaysa ilaa sabaax weye subaxdi intii laga gaarayo hadda subaxdii qaayo maahane inta ninkeedu raalli uu ka noqonaayo naagtaa ninkeeda markay xumayso inta ninkeedu raalli uu ka noqonaayo oo daacadiisa ay ku soo laabanayso malaa'igta ilaahay lacnadda way ku wadaysaa marka haweenka waxa weeye xagga zawjkoodana ay rilla ka kasbadaan ilaahay xaggiisana rilla ay ka kasbadaan ayaa la doonayaa taas ayaa waxay u noqonaysaa nasiib ayay u noqonaysaa ilaahay uu ku sawaabiyo markaasuu haddana dha ilaahay wasalu llaha alla su-aasha min fadlihi ilaahay fadligiisa su-aasha rag iyo haweenow waxaad u baahan tihiin ilaahay weydiista ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa idin siinaayo wasalu llaha alla su-aasha u dha ilaahay subxaanahu watacaala min fadlihi ilaahay fadligiisa su-aasha fadliga ilaahay isagaa cid walba waasa u ahe ilaahay fadligiisa weydiista weeye oo macnaha ilaahay inuu fadligiisa wax idinku siiyo ilaahay weydiista u dha ilahay subxaana fadliga laba waasa ah ina allaha allana kaana wuxuu ahaada u dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman alaysu cilmin ayuu ahaaday ina allaha alla u dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman alaysu cilmin hadda cilmiga ilaahay waxaa ka mid ahaa leeyi maxalulfadligaas weeye fadligaas maxalkiisa oo dadka markaasi waxa weeye ilaahay ugu tafadulaayo iyo haddana waxa weeye fadligaa markaasi rag iyo haween ay isdheer yihiin haddana waxaa ka mida su-aashaas ilaahay subxaanah aad su-aalanaysaan oo ilaahay subxaanahu watacaala idiin oofinaayo ayaa ka mida cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala wax walba inuu ogyahay walikullin kul arkowda ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaana u yeelanowda ilaahay mawaaliyowda ilaahay kuwa maaragtaya la xariirowda ilaahay casabamay markaasi ayaa loola jeedaa walikullin kul arkowda ilaahay waxaa laga wadaa likulli man maata min arijaali wan aw nisaai waxaa laga wadaa haa layidhi qof kasta oo dhinto raga amba haweenaa layidhi wuxuu leeyahy mawaaliya macnaha warise weeye warise oo dhaxlaayo weeye mimaa fii taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tagaan iyo walaqrabuuna qaraabadi ayaa ilaahay dhahay waxaana u yeelnay qof kastoo rag iyo haween hoo dhinta warise oo dhaxlaayo wixii labada waalid ay ka tagaan amba qaraaba ay ka tagaan oo maala weeye ay min almaali weeye markaasi alladii tarakahu lwaalidaani maalka oo labada waalid ay ka tagaan iyo qaraabadu weeye waa in maatuu weeye hadday dhintaan weeye marka hadda bacdu lmufasiriin saasay aayaddaas ku xaliyeen qaarna waxay yidhaahdeen alwaalidaani waalaqrabuuna bayaanu lilmawaali waa yidhaahdeen oo waxa weeye waalidaanta waalidada iyo qaraabada ayaa mawaalida lagu caddaynayaa marka waxay noqonayaan waarisiin bay noqonayaan mawruusiinse ma noqonayaan hadda labaduba saxiix weeye laakiin sida hore ayaa raajixaa layihi marka hadda ibnu cabaas waxau dhahay walqasdu bidalika nasfu maa kaanat calayhi jaahiliyatu u dha qasadka aayaddan laga leeyahay waxa weeye in la nasixo waxyaabihii jaahiliya ay ku sugnaa jireen oo waxa weeye ninka weysal khulafaa ayaa layidhi khulafada markaasi isdhexlidood aheyd waxaa layidhi ninka ayaga ka mid ah waxau qaada jiraa layidhi waxau qaba jiraa layidhi naar ayuu maaragtayaa saaxibkiisa ka qaadi jiray oo saaxibkiisa ayuu udhaana jiraa layidhi markaasu wuxuu dhihi jiray damlii damuka wahadlii hadmuka aaqilu canka watacqilu canii waarisuka taris watarisunii saasuu dhihi jiraa layidhi waxaa dhihi jirtaa layidhi dad markaasi waxa weeye xulafaa dad xulafaa weeye ayaa waxay isdhihi jireen nin kale xaliif la ah ayaa gacanta ilayhi saaraan u dhihi jiray
dhiigayga dhiigaaga ayaa lagu dhowrayaa, ee maaragtay dhiigayga dhiigaaga lagu burinayaa. Waxa weye anigu yaasa diyaan kaa bixina, aadna waa iga bixinaysaa, waa ku dhaxlaa ana waa ku dhaxlaaya wey. Arrintaas marka waxay soo gaartaa sadru islaam baa la yidhi, oo nin walba wuxuu saaxiibkiisa ku lahaa jiray sidusaa la yidhi. Marka waxa weye aayaddaa waa la nasakaa la yidhiyo, waxaa lagu nasakay wawlida xaami bacdin awlaadi bacdin fii kitaabillaahi, sida insha allahu tacaala noo imaan doonta suuratu lanfaal aakhirkeeda. marka ilaahay sii hore ayaa laga warramayo jaahiligi jiri jirta sadru islaam soo gaarta, weli kullin kula arkowda ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaan u yeelna mawaaliyow ilaahay kuwa dhaxlaayo weeye. mimaa fii taraka alwaalidaani, labadii waalid ay ka tagaan iyo walaqabuuna qaraabadii, taas iyadu waa caadigeeda. waladiina kuwa ayuuda ilaahay caqadad ay gunuda aymaanukum gaariyaalsiinow ilaahay fa aatuuhum siya nasiibahum nasiibkooda siiya, waa qaybtan dambe hadda qaybta mansuuqa. waladiina kuwa ayuuda ilaahay caqadadna waa la akhriyaa, aad isu gunudeen ow ilaahay aymaanukum gaariyaalsiina isu gunudeen, amase caqadad aymaanukum gaarsiinu ay gunuday waa dadkii macnaha xaliifnimada isugu dhaarta weeye, oo jaahiligii nuftada iyo irsiga inay isu sameeya isugu dhaartay, waxaana isku lahaa jireen baabi maalka suduskiisa. fa aatuuhum siyowda ilaahay kuwaasowda ilaahay hadda nasiibahum nasiibkooda siiya, beerta waxa weeye dhacalka ay ku leeyihiin siiya oo suduka weeye. waa intaan la nasakin aayaddan, waa mansuux weeye markaasi aayaddaanu weeye, oo waa noo imaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo wawlil arxaami bacdun awlaadi bacdin fii kitaabillaahi, iyo aayadihi miiraaska oo hadda waxa weeye aynu soo maraynay ayaa lagu nasakay. laakiin arrintaana way jiri jirtayo wax waxay weeda markii hore jaahiligii ka timiday, markaan dambana soo gaartay sadrulislaam. marka war wixii mar haddii aan la nasakin sidii xukunku u ahay oo caqadku ahay in la oofiyo oo laysku ogay ayaa layska dalbayaa. markaasuu dha ilaahay waladiina kuwa caqadad aymaanukum baariyaalsiinaad isuu gunudeen ow ilaahay oo dhaantaad isku adkayseen weeye, macnaha waxa weeye ayuladiina weeye markaasi caahadtumuhum aad isla ballanteen fil jaahiliyati calaa nusrati waalirti weeye, inaad isu gargaaraysaan ood isdhaxlaysaan aad iskula ballanteen weeye, sii hadda aanu sheegayna weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa aatuuhum kuwaas siyow ilaahay hadda siyow ilaahay nasiibahum nasiibkooda, waxaa laga wadaa xuduudahum min almiiraas weeye, dheefta ay ku leeyihiin dhaxalka siyow ilaahay. marka arrintaasi waxay ahaa busaali sidusaaliye, ninkaa nimaysan waxba isu ahayn oy macnaha ahadkaa aadigaas isla galeen oo xaliifnimadaasi ay ka dhexayso, taas ayay maaragtay isku lahaa jireen. walax ayagu markaasi ay jibaysteen oy jaahiliyadu iska samaysteen ayay ahaadeen. markaasuu dhahay ilaahay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin seelaar kulligiisa shahiidan alihi dhaalacanayo, ilaahay wax walba waa dhaalacanaya, waxaana kamid a adinka xaalkiina. marka waa noo imaanaysaa ayadan inay mansuuq tahay. kolka hadda waxa weeye casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.